فينا نتأكد إنه الديجستشن أوف بروتينز فعلاً صار؟ فينا نستخدم تيست تاني اسمه بايوريت تيست يلي رح يعطيني قبل الديجستشن لون فايوليت ويلي بدلني إنه بعده البروتينز موجود، يعني بعد ما صار في ديجستشن إلو. أما لما صار عنا ديجستشن للبروتينز وتحولوا لأمينو أسيدز رح يصير اللون بلو. هلأ ملاحظة، إذا صار في ديجستشن للبروتينز وتحولوا بس لبيبتايدز يعني ما صاروا أمينو أسيدز رح يضل اللون هو ذاته فايوليت. يعني عبر البايوريت تيست ما في أعرف إذا البروتين صاروا بيبتايدز، لأن إذا كانوا بعضهم بروتين أو صاروا بيبتايدز اللون رح يبقى هو ذاته فايوليت. بينما إذا البروتينز صاروا أمينو أسيدز نعتبر إنه صار نيجاتيف تيست، يعني بطل عندي بروتينز وصاروا أمينو أسيدز. قبل كان التيست هو بوزيتيف، يعني البروتينز كانوا بعضهم موجودين. هيك منقول إنه قبل الديجستشن كان في بروتينز وبعد الديجستشن بطل في بروتينز. كمان ملاحظة دقيقة، اللون الأزرق ما بيعني إنه في أمينو أسيدز، بيعني إنه بطل في بروتينز. بس أنا لأنه بعرف من الأساس إنه في بروتينز والبروتينز بيتحولوا لأمينو أسيدز، رؤية اللون الأزرق بتعرفني بالاستدلال إنه هون صار في أمينو أسيدز. هلأ بالنسبة للليبيدز، إذا بدنا نتعلم كيف بتصير الديجستشن تبعهم بدنا ندرس شغلتين. أولاً البايل يلي بيفرزوا الليفر وبيخزنوا بالجال بلادر له دور بعملية الديجستشن اوف ليبيدز، ولكن دوره بيشبه الميكانيكال ديجستشن، بيشبه عملية الماستيكيشن والتشيرنينج يلي نعمله بالماوث والمعدة. البايل بيجزئ الليبيد لأجزاء، بيجزئه لكتلات صغيرة لدروبلتس صغار، وهيك بصير في إمكانية للهضم أسرع. هالعملية اسمها emulsification by the lipid of bile. بشو بتفيدنا هالعملية؟ هالعملية بتسهل وصول الليبيز، وهو الانزيم يلي بده يهضم الليبيدز. الليبيز ما بيقدر يخترق لأنه دايب بالمي، والمي ما بتنخلط مع الليبيدز يلي هن زيت أو دهن. فالليبيز ما رح يقدر يفوت لجوات الليبيد ويعمل له digestion، ورح يضطر يقوم بعملية الديجستشن من الخارج. بينما تحت تأثير البايل رح يصير الليبيد قطع، وهالقطع رح يصير الليبيز قادر يدخل جواتهم ويقوم بعملية الديجستشن بطريقة سريعة. إذن عملية الديجستشن of lipids بتتم بواسطة انزيم الليبيز يلي رح يقطع الفات موليكيولز والأويل موليكيولز، يعني رح يقطع الجليسيرول عن الفاتي أسيدز ويخليهم يتفككوا عن بعضهم بهالشكل. هالليبيز انزيم بيشتغل بقلب السمول انتستين بس، يعني الديجستشن اوف ليبيدز ما بتصير إلا بالسمول انتستين على pH 8 يعني بيسك ميديوم وحرارة 37 درجة. كيف منعرف إنه عملية هضم الليبيدز تمت فعلاً؟ ما في تيست لازم نتعلمه السنة تيدلنا على digestion of lipids، بس فينا نفحص الليبيدز إذا حطيناهن على ورقة بهالشكل وبيعطونا بقعة هالزيت يلي كلنا منعرفها. بس منقدر نقيس كمية الليبيدز ومنشوف كيف انخفضوا من خلال عملية digestion. فخلال 60 دقيقة هون مثلاً كمية معينة من الليبيدز نزلت، وطبعاً بالجسم بتاخد وقت أكتر من هيك. وبنفس الوقت منلاحظ إنه الفاتي أسيدز زادت كميتهم، يعني هن نتجوا عن الديجستشن وتفكك الليبيدز لفاتي أسيدز. بهالطريقة فينا نتأكد إنه فعلاً تمت عملية الديجستشن of lipids. بنهاية عملية الديجستشن رح نلاحظ إنه الستارتش موليكيولز صاروا سيمبل شوغرز، والبروتين موليكيولز صاروا أمينو أسيدز، والليبيد موليكيولز صاروا جليسيرول وفاتي أسيدز، بينما الووتر والمينرال سولتس والفيتامينز
يلي ما تمت عملية الهضم تبعن رح يبقوا مثل ما هني. إذن كل أنواع الأكل صارت بأبسط شكل من الأشكال يلي فينا نلاقيهم بقلب الجسم، وهودي كلن منسميهم النيوترينتس، وهن يلي الجسم بيمتصن وبياخدن عالدم وبيستخدمن. كيف بتتم عملية الأبزوربشن أوف نيوترينتس، يعني امتصاص الأكل إلى الدم؟ أولاً رح نتعرف على structure of the small intestine يلي هو بده يقوم بعملية الامتصاص. هو عبارة عن جلد داخلي مطوي طويات متعرجة كتير اسمهم folds، يلي بدورن غنية بالتفافات أصغر اسمهم villi، وكل وحدة من هالvilli اسمها villus. هالvillus هيدي في بقلبها blood vessels مثل ما شايفين، وفي بقلبها lymphatic vessels كمان، ورح نشوف الفرق بيناتهم بعد شوي. كمان الخلايا الموجودين على الفيلاي في بقلبهم مايكروفيلاي وكمان متعرجين. هالتعرجات كلها رح تسمح بإعطاء السمول انتستين خصائص محددة. أولاً عنده large surface of absorption، يعني عنده مساحة كتير كبيرة بجسم الإنسان تقدر ب200 متر مربع، يعني قد بيت تقريباً. تانياً بتميز بأنه richly vascularized، يعني بقلبه في كتير شريين أو أوعية يلي هن blood vessels والlymphatic vessels. ثالثاً بتميز بأنه very thin، يعني الجدار تبع الانتستين رقيق كتير ليسمح بعملية digestion سريعة للأكل. إذن كل هول بشكله خصائص small intestine. الانتستينال absorption بتتم بشكلين. الشكل الأول بيشمل الجلوكوز والأمينو أسيدز، ومعن ممكن المي والمينرال سولتز. هالabsorption بتتم من الانتستينال لومن، يعني من فضاء الانتستين من قلبه على شرايين الدم يلي شفناهن قبل شوي بالفيلس، يعني على البلود كابيلاريز. فإذن هون الجلوكوز والأمينو أسيدز والووتر والمينرال سولتز بتتم عملية الأبزوربشن تبعهم باتجاه الدم. بواسطة الدم رح ينتقلوا إلى باقي أنحاء الجسم. أما الانتستينال أبزوربشن أوف ليبيدز فبتتم بطريقة مختلفة. بتتم باتجاه الليمفاتيك فيسلز مش البلود فيسلز. يعني الليبيد من بعد ما نعمل له دايجستشن مثل ما شفنا بينسحب على الانتستينال سيلز، بيمرق لجوات الفيلس على قلب الليمفاتيك فيسلز، وبيدوب بالليمف تيرجع يروح على كل أنحاء الجسم بواسطة الليمف. وبالتالي بيكون في two routes of digestion. النيوترينتس يلي رح يمتصن الدم رح يمرقوا بواسطة البلود فيسلز وبواسطة الليمفاتيك فيسلز تيروحوا على شرايين الدم وعلى القلب، ومن هونيك بيتوزعوا على باقي أنحاء الجسم. بهيدي الطريقة بيكون الجسم كل يوم عم يستقبل من كيلو لثلاثة كيلو أكل، وبيقوم بعملية هضمهم وبيوزعهم على أنحاء الجسم ليستخدمهم بتغذية نفسه وبإنتاج الطاقة وبالنمو إذا كان بده يكبر. خلال عمره رح يأكل الإنسان بمقدار وزن حوت كامل من أكبر أنواع الحيتان، وهيدا المقدار الإنسان بحاجة إلو ليبقى عايش ويبني جسمه ويقوم بالوظائف الحياتية المطلوبة.